مرحبا. الظروف الاقتصادية صارت صعبة بعمان وبكثير من المحافظات. كثير من المحال التجارية أغلقت أبوابها وعرضتها للبيع أو للأجار، خصوصاً بالشوارع التجارية المهمة. بلف ورجع اليوم بدنا نسلط الضوء على أسباب الإغلاقات ونعرف هاي المحلات ليش أغلقت أبوابها. تابعونا بهذا التقرير. ارتفاع المصاريف التشغيلية وارتفاع الضرائب سبب وعامل رئيسي بإغلاق المحلات لأبوابها. إحنا موجودين بتلاعي العلي وتحديداً بسوق السلطان أو شارع السلطان، هذا المعروف بكثرة المحلات الألبسة الموجودة فيها. كثير من المحلات أغلقت أبوابها وأغلب المحلات عم تعمل تنزيلات على مدار السنة حتى شوي تقدر إنها تمشي وتقدر إنها تظل فاتحة بابها قدام الناس. طبعاً حركة ركود كبيرة بتشهدها الأسواق، وكثير من المحلات بتشتكي من حالة الركود وعدم إقبال الناس على الشراء. كيف الأسواق في حالة ركود؟ والله ركود كثير، يعني مش شوي. يعني شو اللي قاعد بصير؟ اللي بصير إنه الناس يدوب مقضي احتياجاتها بين المشتريات إلها لمنزلها، بين أجار بيته لكهرباء لمي مصروف عيلته، يعني بلا مؤاخذة آخر إشي صفت عندك أنت الاحتياجات اللي هي الملابس. قاعد بشوف كثير محلات أغلقت أبوابها، اللي مش مغلق بابه كاتب عليه للأجار أو غير مهنته. طلع يعني الله يعين الناس أول إشي، لأنه إحنا بوضع كثير كثير صعب. يعني اللي مثلا يسكر محله ثق تماما 100% انه هو سكره انه مش قادر يغطي التزاماته. احنا موجودين بشارع المدينة المنورة او شارع المطاعم زي ما هو معروف. هذا الشارع يمكن اجيت قبل فترة وصورت فيه عن حجم الازمة الموجودة فيه وعن حجم كثرة المطاعم اللي مسبب ازمة بالشارع، ولكن من جديد صرنا نشوف بانه كثير من المحلات اغلقت ابوابها خصوصا بهذا الشارع. ومن اسباب هذا الإغلاق هو موضوع التنافس ما بين المحلات، وطبعاً زي ما دائماً بنقول هي الأجرات المرتفعة والمصاريف التشغيلية العالية. ولكن بدنا نشوف وجهات نظر أصحاب المحلات بهذا الشارع وكيف بيحكوا عن موضوع إغلاق المحلات وموضوع المنافسة بهذا الشارع. أستاذ محمد، يعني أنت صاحب أحد المطاعم الموجودة بشارع المدينة المنورة، قاعد بشوف أنك أغلقت نص المطعم وظليت بمخزن واحد، شو السبب؟ أول سبب هو المواقف، عندنا المواقف مشاكل فيها طبعاً. ثاني سبب في كلفة تشغيلية عالية، إيجارات محلات عالية، الأمور كلها صارت أصعب من أول. والله كل يوم قاعد بتشوف محل بيفتح بعد 6 شهور بسكر، بيجي محل جديد. أنت قديش بتدفع أجار محل بشارع زي شارع المدينة المنورة؟ 15,000 دينار، محل مثل هيك صغير. سنوي ولا شهري؟ سنوي. سنوي 15,000 دينار، نعم. كمحل باب واحد؟ نعم باب واحد. لما كنت بابين قديش كنت تدفع؟ 30,000. من أحد الأسباب المهمة بإغلاق المحلات لأبوابها هي ارتفاع الأجرات، فلهيك بدنا نستفسر اليوم في محل بشارع المدينة المنورة، بدنا نستفسر عن أجاره، بدنا نحكي معهم ونسأل قديش أجار هذا المحل ونشوف هو فعلا الأسعار مرتفعة أو لا. أغلبك بنستفسر عن أسعار الأجارات بشارع المدينة المنورة، فأنتوا عارضين محل للأجار؟ المحل هذا البابين طالبين فيه 17. طيب كيف رينج الأسعار بالمجمع أو بالمجمعات الثانية، هي متقاربة يعني نفس الأسعار تقريبا؟ هلا بالنسبة يعني بدي أحكي لك، لغاية هذا المجمع بينا نعم، وكمان شو إلى غاية قبل الجسر نعم، الأسعار ممكن تكون هيك، لبعد بتكون أغلى. شارع وادي صقرة من أهم الشوارع التجارية الموجودة بعمان. الآن لما تنزل على شارع وادي صقرة بتلاحظ التغيير الكبير بحجم المحلات اللي أغلقت أبوابها. عشرات المحلات على اليمين وعلى الشمال أغلقت أبوابها قدام ارتفاع الأسعار وقدام مصاريف التشغيلية الكبيرة وقدام ارتفاع الأجرات. هاي المحلات كانت شغالة لها عشرات السنين، ولكن للأسف أغلقت أبوابها وقارمت للبيع أو للأجار، هي الطابع الموجود بشارع وادي صقرة. يعني جيرانك مسكرين، شو القصة؟ أغلب الشارع بسكر، يعني أول شيء بطل فيه زباين، بطل فيه مبيعات، بفوت الزبون عندك صار يحكي لك الأسعار كتير غالية. يعني مثال، إذا كان الكرسي عندك 25 دينار بحكي لك لا بدي 18 وأقل. يعني هاي أكتر مشكلة بتواجه هلأ حاليا بالأيام هاي الموجودة عندنا.
أسباب كثير اجتمعت على التاجر وخلته يغلق محله، الإيجارات المرتفعة، الكلف التشغيلية العالية والضرائب والرسوم وغيرها من الأمور ساهمت بإغلاق العديد وعشرات المحلات الموجودة بشوارع العاصمة ومئات المحلات الموجودة بالمحافظات. الدول الثانية استقطبت هؤلاء التجار والمستثمرين وأتاحت لهم الفرص الاستثمارية المناسبة لحتى يقدروا يشتغلوا بالشكل الصحيح. لهيك بدنا نلف ونرجع على أمل تتغير هاي الأحوال وتنخفض هاي التكاليف وخصوصاً الضرائب والرسوم. يعطيكم العافية.